أعزائي المشاهدين من قدام برج إيفل بحييكم. لازلنا طبعا في رحلتنا في باريس، كانت رحلة مفيدة جدا طبعا، قابلنا فيها مع ناس كتير وشفنا ايه هي احدث الحاجات في مجال جراحة التجميل. الحاجة اللي بقى نأكد عليها هو دلوقتي الفيزر طبعا هو التقنية الحديثة لنحت القوام. ساعات في ناس بتبقى بيختلط عليها الامر وتقول طب انا امتى اعمل فيزر ولا امتى اعمل كرايو شيب. الحقيقه في فرق كبير قوي ما بين الاثنين. الفيزر ده تقنيه الالترا ساوند اللي بتستخدم لتفتيت الدهون وشد الجلد، فبالتالي ده لتنسيق القوام. الكرايو شيب هو في الحقيقه وسيله مساعده ولكن نون انفيزيف، يعني ما بتستخدمش زي الفيزر ان هي تدخل لطبقه الدهون وتفتتها، ولكن بتستخدم طريقه التجميد ان هي بتوصل الدهون لماينس 5، وبالتالي بتعتمد بقى ان الجسم هو اللي يمتص الدهون اللي اتكسرت دي، وبعد كده تدريجيا خلال 3 اسابيع يبدا يبقى فيه افكت. بس الحقيقه في فرق كبير جدا 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 ما بين الاثنين، لان طبعا الفيزر نتيجته سريعه جدا، احنا بنتخلص في الدهون في نفس الوقت، اما الكرايو شيب فبيعتمد ان هو بياخد وقت. طبعا مفيش مقارنه ما بين الكرايو شيب والفيزر، لكن امتى نلجا للكرايو شيب؟ لو احنا ما عندناش وقت ان احنا ناخد اجازه زي مثلا 5 ايام او اسبوع، الناس اللي هي لسه مش مهيئه نفسيا ان تعمل عمليه او لسه مش مستعده، فممكن ايه الى جانب الرياضه والرجيم ممكن نعمل الكرايو شيب بحيث ان هو يدينا دفعه او يبقى وسيله مساعده. ولكن بنأكد ان نمبر 1 وهي الوسيله المور افكتيف اكيد هي الفيزا.